الله ينور يا ريس، هو ده الكلام التمام والشغل المظبوط اللي مصر هتأكد بيه لكل العالم إنها مع ليبيا قلبا وقالبا، وقلبها ودعمها مستمر لإخواتنا في ليبيا في محنتهم الكبيرة دي، لدرجة إن القاهرة هتبعت لهم أضخم قطع عسكرية بحرية عندها علشان تساعدهم. فإيه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بيه؟ وإزاي ده هيساعد أهالي ليبيا؟ وإيه دور القطع العسكرية البحرية دي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في 5 بالعربي. يا ليبيين ما تقلقوش، مصر معاكم ومش هتسيبكم أبدا في المحنة العظيمة اللي انتم فيها دي. ده بالظبط ملخص القرارات المهمة والشجاعة اللي قامت بيها مصر في الساعات اللي فاتت لمساعدة أهالي شرق ليبيا. خلال الأيام اللي فاتت اتعرضت مناطق شرق ليبيا وتحديدا مدينة درنة لواحدة من أضخم الكوارث الطبيعية في تاريخ منطقة شمال أفريقيا، بسبب هبوب عاصفة كبيرة جدا اسمها العاصفة دانيال، واللي تسببت في سقوط كميات ضخمة من الأمطار على المنطقة دي. بسبب الأمطار الشديدة دي انهار سدين كانوا بيحجزوا المية اللي بتنزل على الجبال المطلة على مدينة درنة، وده تسبب في حصول سيول وفيضانات ضخمة ووصلت لمدينة درنة. تسببت كمان في جرق المدينة دي لدرجة ان في اجزاء منها اختفت في البحر. نتيجة لكده اتعرض كمان سكان المدينة لكارثة ضخمة بسبب فقدان عشرات الالاف من سكان المدينة والمناطق المجاورة ليها، ورحيل عدد يقدر ب10,000 من سكانها عن عالمنا. بسبب الكارثة دي قررت مصر التدخل بسرعة لمساعدة سكان المدينة، وكان من الملاحظ ان رئيس اركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر قام بزيارة لليبيا، والتقى كمان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وتعرف منه على احتياجات الليبيين. بعتت مصر طيارات فيها مساعدات كبيرة، فيها طبعا احتياجات السكان من الأدوية والعلاج والمساعدات، ده غير طبعا الأطباء وفرق التفتيش والمساعدة، لكن ده ما كانش كافي على ما يبدو لمساعدة سكان درنة. وده اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات المصرية العملاقة المسترال علشان تشتغل كمستشفى ميداني، وده لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفيين في ليبيا، وده جراء الإعصار والفيضانات. وجه كمان بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، ووجه الشكر لأجهزة الدولة وخصوصا القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا للوقوف جنبهم في المحنة الأليمة الحالية. شهد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، ووجهت الجهات المحلية والمسؤولين في ليبيا نداءات استغاثة لكل دول العالم للتدخل وإنقاذ الوضع في المدينة اللي بحسب المسؤولين الليبيين بقت غير قابلة للسكن أو الحياة نهائياً بعد ما انهار حوالي 50% من المدينة. فهل هيكون في تدخل دولي زي اللي بتقوم بيه مصر لمساعدة الليبيين؟